السلام عليكم سيدتي الجميلة، كديرين؟ بخير، لاباس عليكم، ان شاء الله تكونوا دائما بخير وعلى خير. سيدتي، اليوم جيتك بواحد يعني واحد الماسك اللي هو كتحطيه في مكان واحد، بلاصة اللي بغيتيها تنفخ، يعني نفخ الخدود. سيدتي، الخدود ديالك كيتنفخوا، كيترسموا هاد البلاصة هادي كترسم، يعني هنايا ما كيبقاوش لك التجاعيد، حيت هاد التجاعيد اللي عندي هنايا هما اللي كيسببوا ليا ترهلات، وكيسببوا لي في الابتسامه ما كتبقاش عندي مزيانه، وكيبينوا لي الوجه ديالي هابط. سيدتي، هذا الماسك ديال اليوم جد فعال من الاستعمال الاول. شوفي، ملي تنقول لك الاستعمال الاول يعني عرفي بالله راه الاستعمال الاول. سيدتي، مكونات جد بسيطه في متناول اي سيده، ما تخافوش من الماسكات اللي كنعطيكم، ما تبقاوش تقولوا لي واش ما تاثرش لي على البشره، واش هادي علاش، لان كنعطيها لجميع انواع البشره. النهار اللي كنقول لكم شي حاجه اللي عندها وجهها حساس ما يديرهاش، هذيك الوصفه اللي نقول لك ما ديريهاش اذا كانت عندك حساسيه في البشره ديالتك. سيدتي، البشره هاد ديالت اليوم في بانواع البشره، جميع انواع البشره، هي لله في مكونات اللي هي جد بسيطه. هاد الوصفه قلت لكم لنفخ الخدود ومنع الترهلات، يعني ملي تنقول نفخ الخدود شد الوجه، كيتشد ليا ملي كيتنفخوا ليا الخدود ديالي، يعني كتولي عندي واحد الابتسامه اللي هي بارزه، كيوليو عندي واحد الخدود اللي هما باينين، انت مرسومين، شتي كيترسموا ليا الخدود ديالي، مجرد انني كنبتسم الخدود ديالي كيبانو. سيدتي، الوصفات راه جد رائعه، الوصفات راه كتعطي واحد الفعاليه اللي هي كبيره 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 بزاف، وقلت لكم مكونات جد بسيطه غادي نعطيه لكم بلا ما نطول عليكم، لان بزاف ديال البنات قالوا لي ما تبقايش تطولي، مع انني كنبغي نشرح، ولكن مرحبا والف مرحبا. المكون الاول اللي كيخافوا منه السيدات، كنقول لكم انا اتحدى اي وحده ديرو وتقول لي دار لي الدود، ردوا بالكم راه ما كاين لا دود لا والو، هادوك ما بغاوش لكم وجهكم يولي زوين، راه احسن من احسن الماسكات هي الخميره، من احسن الماسكات هي لاله هي الخميره، خصكم تعرفوا هاد القضيه هادي. والله العظيم متبقاي ديري الخميره لوجهك كاع المشاكل ديال البشره ما تبقاش فيك، من كلف، من نمش، من تصبغات، من تجاعيد، من كل شيء، كل شيء كاين في الخميره، هي هلاله. عندك الخميره وعندك الدقيق الابيض اللي هو دقيق الفرس، كذلك عنده فعاليه كبيره 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 في تبييض الوجه وفي حل المشاكل كامله وكذلك شد الوجه. سيدتي، الخميره مهمه مهمه في نفخ الخدود وكذلك إزالة التجاعيد. دائما حنا كنبغيو نحاربوا التجاعيد باش الوجه ديالنا يبقى دائما مجبد، هي هلال الخميره. الخميره شنو المكون اللي غنزيد معاها؟ غنزيد معاها زيت الحلبه، زيت الحلبه، راه الزيت ما كتخليش الريحه، فهمتي؟ راه الزيت ما كتخليش الريحه، ماشي بحال الحلبه ملي كطحنيها، مع ان الحلبه مفيده بزاف بزاف بزاف، ما كنبغيوش نديروها ما عرفناش علاش، ولكن راه الفائده ديالها غزاله بزاف. وقليل من ماء ورد، وقليل من ماء ورد. سيداتي، طريقه جد سهله، غناخذ هذه كامله يعني ملعقه ديال الخميره، معلقه كبيره ديال الخميره، ها هي عندي في هاد الساشيه هادي معلقه كبيره ياك، غنزيد عليها ملعقه صغيره غير صغيره ديال زيت الحلبه، ملعقه صغيره ديال زيت الحلبه، كذلك غنزيد ملعقه ديال ماء ورد، ملعقه صغيره ديال ماء ورد ياك، وغناخدها غنحطها على الخدود ديالي. خاصني نعطيكم الطريقه في الحقيقه. هانتي لالا، غادي ناخد هادي فيها ملعقة كبيرة، هادي راه فيها ملعقة كبيرة، غنزيد عليها ملعقة صغيرة ديال زيت الحلبة، أنا ما بغيتش نديرها لوجهي حيت خارجة غادا لواحد الصداقة، بقى فيا ريحة الحلبة شوية ماشي، ولكن ماشي مشكل، الزيت ما كيخليش هي.
ندير كذلك ماء ورد، ملعقة صغيرة. نخلطها بهذا الشكل هذا. نحصل على واحد العجينة. عندي معلقة صغيرة بزاف، راه نزيد شوية. انا حصلت على واحد العجينه اللي هي متماسكه. شتا الا ما كانتش هاد الخميره هادي، ديري الخميره المعجونه وتزيدي عليها شويه ديال الماء ورد، وتزيدي عليها كذلك زيت الحلبه. من بعد سيداتي غادي نطبقها على الوجه ديالي. من بعد سيداتي كنوضعها على الخدود ديالي بهذه الطريقه. هذه كنهزها، عندي عجينه كتهزيه بسهوله اللي هي متماسكه. كنحط غير على الخدود ديالي، كنرسم واحد المثلث هكذا، وكنرسم بحال المثلث هكذا. شفتي هاد الخطوط اللي عندي هنايا؟ شهما كيتنفخوا، ما كيبقاوش فيهم التجاعيد. وطبعا كنحط واحد الورق اللي ورق كلينكس او لا ورق المطبخ على هذا الشكل هذا. سيدتي من بعد كندير الخد الثاني. علاش كندير الورق؟ باش هذاك الهواء ما يبش ليا بالزربه هذاك الخليط، يعني خاصو يعطيني مفعول باش المسام كيبقاو مفتوحين وكياخذوا لي المكونات اللي انا محتاجاهم باش ينفخوا ليا الخدود ديالي. سيدتي هذه الوصفه راه جد رائعه في نفخ الخدود. كتحيديها كيبان لك الفرق. سيدتي ملي كتحيدي هذاك الخميره من الوجه ديالك راه كيبان لك الفرق. كوني اكيده ان غير الكذوب، انهم كيكذبوا عليكم تيقولوا لكم راه سميتو كدير الدود، راه ما كدير لا دود لا والو. كوني هانيه، ما تبقاش متبعي لي هذيك الكذوب وخزعبلات داكشي ديال الخميره. من احسن الماسكات سيدتي. من بعد سيدتي ملي كتحيديها كتخليها واحد نصف ساعه، ملي كتحيديها كتغسلي وجهك بالماء البارد، ومع ذلك كتزيدي ماء ورد من الفوق، كتعاودي ترشي ماء ورد على الوجه ديالك. كانت عندك حساسيه من ماء ورد، ديري ماء ازير اولا ماء معدني بارد رشيه على الوجه ديالك. وان شاء الله سيدتي تكوني استفدتي معايا من المكونات ومن الطريقة، وما تنسيش بارطاجي مع صحاباتك وبصمة، ما تنسيش ليا البصمة والتعاليق كذلك. جربي لالا وردي عليا، انا في الانتظار. مرحبا والف مرحبا، السلام عليكم.